يا هلا ومرحبا، رجعنا لكم من جديد بفلوق جديد. طبعا معاكم حنين وياس، واليوم احنا رايحين الى اسلام اباد مع صحباتي. جينا في مكان يجنن يجنن صراحة، والله مرة فخم. اول مرة جيت في هذه المنطقة تجنن. جينا مطعم مرة فخم صراحة، مرة عجبنا، بنذوق منه اليوم أول مرة طبعا. بس والله الأخت حاليا مسوية دايت، فراح أطلب شربة طبعا وأشوف إيش بعد حاطلب. طلبنا أكل أنا وصحباتي، بس مرة جعانين ميتين جوع. أكي والسوب حقها لسه باقي، الأكل ما جاء. هاي موني، وين أكلك يا مسكينة؟ سلطة مرة يومي. هدموني. هذا الكلام ولا بلاشي. أنا وصحباتي الحين شيلوا شيلوا يا بنات. خلاص نازلين دحين رايحين شو اسمه، اكيد رايحين كوفي شوب لان انا نبغى كوفي. بس والله مرة الجو بارد صراحة، الجو بارد الف. رايحين نتمشى نشوف اي شيء كذا، هذه الاماكن كلها مرة فخمة تجنن، كلها حق تمشي كذا. فبس والله ذا مرة يجنن، عجبني. شوفوا يجنن البنطلون نفس الشيء، واو شيء جبار، في ألوان وأشكال كريمي وأبيض وأسود، أسمه مرة حلو صح؟ ليه نشتري لنا كم شيء إحنا البنات، بعدها حنمشي نروح الكوفي شوب. موني عربي يبيع شاورما، بس بلفلف شوية بنروح نشرب كوفي وباجي بشتري منه للبيت ان شاء الله. مرة يمي صراحة، كثير سمعت عنه. باسكن روبنز في اسلام اباد.
طالعين رايحين كوفي شوب. الصراحة المكان ما شبعت منه أنا أبداً، إن شاء الله برجع وبروح بشتري من الشاورما بإذن الله، لكن بعد ما شو اسمه نشرب الكوفي وزي كذا نروق بعدها إن شاء الله. وبس والله مرحبا، صحينا كنت بيت صاحبتي طبعا، مرة الجو عندنا برد 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 بشكل مرة مو طبيعي. وبس والله بوريكم من هنا الطريق. شي شي شوفوا قدام بيتها في جيم، يمين بالله اقول لها دائما انه لو انا قدام بيتي جيم سيفتني الشعلوقة، يعني انحف على طول.